أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة باستضافة مملكة البحرين للفعاليات العالمية الترفيهية التي تعكس مدى ما تتمتع به المملكة من إمكانيات ومقومات جذب سياحي وترفيهي تساهم في تشجيع الشباب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم. وأعرب سموه لدى حضوره معرض كوميك كون القصص المصورة الذي يقام لأول مرة في مملكة البحرين برعاية سموه وبتنظيم من مؤسسة دل لترويج صباح اليوم في حلبة البحرين الدولية عن اعتزازه بالشباب البحريني وبإمكاناتهم المتنوعة في تنظيم مثل هذا الحدث العالمي الذي يستقطب كتاب الكوميكس ومشاهير السينما وما يلقاه هذا الحدث من رواج في مدن العالم، مشيدا سموه بحسن التنظيم وبالجهود المبذولة لإخراج هذا المعرض بهذه الصورة المميزة ومؤكدا على أن هذا الحدث له قاعدة كبيرة من جيل الشباب والناشئين ويمثل فرصة للاطلاع على الإبداعات في عالم الأفلام والقصص المصورة والتي تشكل رافدا واعدا لتطوير مشاركات أبناء البحرين في مثل هذه المعارض العالمية، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث المميز. هي الانطلاقة الأولى على أرض المملكة، جمعت محبي الألعاب الترفيهية بمختلف أنواعها لتكون هذه اللعب طريقا لمحاربة الملل والكسل لكل من هم وانشغل بها، فأصبحت منفذا للترويح عن النفس وإيجاد روح المنافسة والإصرار على الفوز المستحق. فعاليات معرض كوميك كون العالمي القصص المصورة يقام في حلبة البحرين الدولية للسيارات يومي 16 و17 من مارس الجاري.
صار لنا تقريبا 2.5 سنين قاعدين نشتغل على الموضوع. رحنا سان دييغو كوميك كون ورحنا لندن ام سي ام كوميك كون ولندن كوميك كون، بعدين رحنا خذينا فرع على الخليج كامل، السعوديه كان عندهم قبل شهرين والكويت كان عندهم قبل شهر، رحنا نشيك الاضواء الاشياء اللي كان عندهم اللي موجودين هناك، والحمد لله نفس ما تشوفون هنا جبناهم كلهم هنا. اللي الغير اللي احنا عندنا اللي هم ما عندهم اياهم اللي الهوليوود ستوديوز، نحن جبناهم رحنا هناك كلمناهم عشان يجون نفس المارفل والديزني، وهذه أول مرة في خليج العربي يجون هنا عندنا أول. يعد كوميك كون حدثا عالميا مهما حيث أقيمت نسخ منه في عدد من المدن العالمية، وتتضمن الفعالية عرضا لمجموعة من الأفلام السينمائية للأبطال الخارقين والمسلسلات التلفزيونية والألعاب الإلكترونية وقسما خاصا بعرض الروبوتات، إلى جانب المسابقات الترفيهية والرسومات المتحركة القصص اليابانية المصورة. ويشارك في الفعالية مجموعة من مشاهير الفنانين العالميين وعدد من الشركات العالمية في المجال السينمائي. مشروعي أنا اللي هو رسم الكرتون، اسمه صلاح كارتونز لأن أنا اللي مسويه، وكبراند حطيت اسمي عليه. واللي نسويه هنا في المعرض أن الناس يجون يقعدون وإحنا نرسمهم لايف، وفي نفس الوقت بعد عندنا بعض الأشياء اللي هند مسوية باليد، صناعة يدوية. احنا شركة بحرينية متخصصة في الفن والرسومات، نقدم رسومات كاستمايز ونقدم رسومات عند الطلب حق الكاستمر. هني الوفد اللي يجون هني دائما يحبون الرسومات ويحبون المسلسلات، فعندهم خاصية حق هالأنواع من الأشياء الموجودة عندنا. عندنا احنا موقع إنيماكس، موقع نبيع فيه كل الكوميك بوكس، القصص المصورة مع المانجا اليابانية، مع الاكسسوارات بشكل عام والفيجرز الدمى موجودة كلها عندنا. يوم مشاركين احنا في بحرين كوميك كون، نستعرض جميع المانجات اللي موجودة عندنا باللغة اليابانية والانجليزية موجودة عندنا، والدمى كلها موجودة. طبعا المانجا لها حضور جدا قوي، الناس واجد تحبها لان تاثيرها جدا، يعني بساعات تطرح ابعاد مختلفه ما بين اجتماعيه نفسيه، فلها حضور جدا قوي ما بين الشباب يحبونها بسبب يعني الاستعراض القصص اللي موجوده فيها. يتيح معرض كوميك كون لعشاق القصص المصورة والأفلام السينمائية والألعاب الترفيهية فرصة للالتقاء بالمشاهير في عالم الأفلام والتلفزيون وكل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي الترفيهي والسينمائي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.